فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، وتتصدى أيضا لعملياتها. وقد أعلنت كتائب القسام أنها قصفت القوات المتوغلة شرق مدينة رفح بقذائف الهاون، وقالت إنها استهدفت جرافة إسرائيلية بقذيفة تاندم جنوب شرقي حي الصبرة في مدينة غزة. نشرت كتائب القسام مقطع فيديو تقول إنه لاستهداف جرافة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي جنوب شرق حي الصبرة، كما نشرت آخر لهجوم بقذائف الهاون على قوات الاحتلال المتموضعة في محور نتسريم والمتوغلة جنوب حي الزيتون. إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صابرون. بسم الله، الله أكبر.